الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، امرأة لا تنجب وتريد أن تأتي بطفل ترضعه حتى تصبح أما له من الرضاعة، فهي لا ينزل لها لبن، فهل يجوز لها أن تأخذ اللبن وأن تأخذ الدواء يدر لبنا لها ومن ثم ترضعه ويكون ابنا لها من الرضاعة وهو دون السنتين؟ نعم يجوز لها ذلك، نعم يجوز لها ذلك ما دام الطفل دون الحولين، والله أعلم.